بس كيف يعني جرعة زايدة؟ دكتور، يعني أنت بتقصد إنه في حدا حاول يقتل أمي بالدواء، مو هيك؟ مو معقول. تعرف من قبل كمان حاولوا يقتلوا حدا من البيت. وأنت اللي تركتيني موت بهداك الحريق. أنت ليش عملتي هيك؟ ليش ما أنقذتيني؟ بكفي. أنا بس سكتي أنت، أنا عم بحكي. دكتور أنت قصدي شو بتقترح نعمل هلأ؟ يعني أنا بقترح إنكم تاخدوها على المستشفى بأسرع وقت ممكن. إيه تمام، نحن أصلاً كنا أخدينها على مستشفى كتير منيح. رح أتصل فوراً بسيارة الإسعاف وتجي. لازم استغل هالفرصة لأقدر أتخلص من هالختيارة للأبد. إذا أخذناها على المشفى فأنا لازم أكون معه وما أتركها. بس هيك مهيني ممكن تأذي بناتي، وإذا ضليت هون هي ممكن تأذيها لحماتي بأول فرصة بتصحلها. لازم أعمل شيء. بس دكتور، حماتي ما بترتاح بالمشفى نهائياً. إذا ضلت بالبيت رح تطيب أسرع. عندك طريقة نعالجها فيها بالبيت وبدون مشفى؟ بس هي كيف بدها تتعالج بالبيت؟ أنا قصدي إنه بالبيت ما رح تحصل على الرعاية الصحية اللي رح تحصل عليها بالمستشفى، صحكي؟ لهيك خلونا ناخدها على المستشفى. هلأ إذا مستعدين تتبعوا تعليماتي كلها، ممكن جيب المعدات المطلوبة لعندكم على البيت، وأنا فيني إجي مرتين باليوم حتى أطمن عليها. ممكن هالشي؟ إيه. يا ريت دكتور، هالشي ممتاز. سيد سينك، رح أوصف لها شوية تحاليل، وهذا التقرير رح يوضح شو هو الدواء اللي أخذته بجرعة زايدة. إيه، أكيد رح أعمله. بس أكشاي. شو بس؟ واضح إنك قاتلي حالك لحتى ناخد ماما على المشفى. أكيد هو بيعرف شو عم يعمل، هو دكتور وبيعرف وضعه. طيب. إيه، رح أعمل لها التحاليل. أنا رح رافقك دكتور. وهي ايه بعده الطاولة، حطوها هون. خلي الدكتور يقرر اذا هو برأيه احسن الا تبقى هون. خليهم يحطوها هون. ايه ماشي، رح روح اجيب باقي المعدات. بس تطلع النتائج أكيد رح ينعرف اسم الدواء وكل التفاصيل تبعه. من غير شيء أبرجيتها شاكة فيني. لازم خليها تطلع من هالبيت بأسرع وقت ممكن. نيها؟ نيها لا تخافي. إيه؟ بعرف إنه أبرجيتها أجت لهون على البيت، بس ما في داعي إنك تخافي أبداً. أنا ما رح خليها تأذيكي، بوعدك بهالشي. ماشي؟ لا، اهدي شوي، اهدي حالك بنتي. ماشي؟ هدي حالك نيها، كل شي منيح، كل شي منيح. اهدي. ايه أكشاي تعال شوف حالة نيها. البنت خايفة وكتير. تعال اطمن عليها، هي كمان بنتك. ولا نيها آخر همك مو؟ تركتها ورحت. أكشاي، ليكي لبين ما يزبطوا الأغراض رح روح لشوفهم. هدي حالك. لا نيها، لا أكشاي، وقفي نيها. اهدي بنتي، اهدي. ليش بابا ما عم يرد علي؟ شوفي بنتي نيها. لا تعملي هيك نيها. لا نيها. نيها لا يا بنتي، ما قلتلك. اهدي. قلتلك طالعة من هالبيت. نيها خلاص اهدي، طولي بالك. اتركني، ما بدي خالتي تضل هون. بترجاكي يا بنتي، اهدي خلاص، ما رح تعمل لك شيء. لا تشيلي اللمبة. اهدي بنتي، لا تشيلي يا بنتي. انتي اوعك تحمليها لتأذي حالك. ماشي؟ لا بنتي، لا لا تأذي حالك. نيها اهدي بنتي، اهدي حالي شوي. بدي أهزي حالي. لا أكشاي، وقفها. أهدي بنتي بقى، أعطيني إياها. إلا تروح من هون. نيها إلا تروح، خليني حاكيكي شوي. أهدي. معلش، ليش ما بتروح بتطلع هالمرأة بدل ما أنك قاعد عم تناقشنا لسه؟ سكتي أنتي، أنا عم حاكيها. نيها وعدني إنه لا أحب، رح أطلعها من البيت. نيها خلاص، أعطيني إياها، تضل بالبيت. وبقى
أكد لك أنه بعد هالعلاج لازم تتحسن. شكرا. أمي ثبتنا المعدات وأنا معك كمان، رح دير بالي عليك كتير منيح هلا. تأكدي ما بسمح لحدا يلمس شعرة منك، كمان رح خليكي تطيبي بسرعة كبيرة ومتعودة إنه آكل بهدل منك، وإذا أنت ما بهدلتيني كل يوم بحس في شي ناقص، وقت بتحطي إيدك على راسي وبترضي علي فيومي رح يصير أحلى وأحلى. يلا طيبي بسرعة. ماما عن جد أنتي ما بتعرفي قديش جيتك لهون، دعمتنا وقوتنا نحن الثلاثة. شكراً ماما. أي أمي، أنا بترجاكي ما تتركينا. خلص بنتي لا تترجيني، كيف بدي أترككم؟ أنتوا الثلاثة كل حياتي وما بتخلى عن حياتي، أنا ما فيني بلاكم، وطول ماني عايشة ما فيني بعد عنكم أبداً. ليكي بنتي، روحي وناديله لأبوك يجي لهون مشان يتأكد من المعدات ويشوف كيف بتشتغل. روحي. ايه ماما. ماما قلتيلي موهيني بعتتلك رجال على البيت، كيف انتي اجيتي لهون؟ لوين راحوا؟ ايه ماما، شو اللي صار؟ شو بدي قلكم بنتي، اللي صار معي فظيع، والرجال يلي حجزوني بالبيت بتعرفوا كيف هربت؟ جا لعندي واحد وهو أنقذني. شكلك ما جربت حب الأم وأنت وصغير، ولهيك صعب تحترم المرأة. عادي، راح أضربك هلأ مثل ما كان أبوك يضربك، وراح تتحاسب بموجب عدة أحكام على إهانتك لمرأة. هي الشغلة فيها حبس من سنتين لثلاثة أربعة خمسة على القليلة. إيه؟ أكيد أنت ما بتعرف مين أنا، ما هيك؟ أنا اسمي هو فيفيك تريفيدي، أنا بلاقي الجاني بسرعة. أرجوك